نبدأ أسبوع جديد طبعاً رزمها هالمرة شوي خفيفة، بس أيضاً في أمور مهمة أكيد راح تعطي الناس سيولة. لما نتكلم عن بداية يوم الاثنين، عطلة، عطلة من كندا وعطلة من أمريكا، فنقدر نقول أن فاطمة مو معناتها أن العطلة هذه بتوقفنا عن التداول. نعم، راح نوقف اليوم فقط اللي هو يوم الاثنين، بكرة راح نبتدي تداول مع سيولة صحيحة. شنو عندنا باكر؟ بداية من يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء أخواني عندي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للأسترالي، راح تكون الساعة 3:30 فجرا، جدا مهم للذهب، راح يأثر في الذهب أكيد. تمام، وعندنا أيضا معدل الإقراض الرئيسي للصين، وعندنا أيضا مؤشرات وايد مهمة كندية وتعتبر من المؤشرات اللي تقيس التضخم في كندا، وهي مؤشرات أسعار المستهلكين CPI لكندا، جدا مهم أخواني ركزوا على هذا الخبر لأنه راح يعطيكم سيولة إذا أعطانا رقم غير عن السابق وغير عن المتوقع. فإذا أعطانا رقم صادم للأسواق أكيد راح يتأثر الذهب، أكيد راح يتأثر الدولار، فهذه فرصة إن نسوي فلوس في الصفقة. تمام، طبعا راح تكون الساعة تقريبا 4:30 بتوقيت الكويت والرياض، مؤشرات CPI لكندا. وفي مؤشر وايد مهم راح يكون الساعة 6 المغرب يوم الثلاثاء، وهو مؤشر القيادي الأمريكي. طبعا هو مطلع لي أن قوته متوسط، ولكن أرجع وأقول مؤشر قيادي وأكيد له أهمية. وندش على يوم الأربعاء، يوم الأربعاء عندنا BPI أسعار المنتجين لنيوزيلندا، جدا جدا مهم ويأثر أكيد، راح يكون الساعة 12:45 دقيقة فجرا، أي بمعنى دخول يوم الأربعاء. تمام، بعدها راح يكون عندنا الصادرات للين والميزان التجاري للين، وبعدها راح يكون مؤشر أسعار الأجور للأسترالي، وبعدها 11 صباحا اجتماع السياسة النقدية لمنطقة اليوم، جدا مهم لليورو أكيد، وأكيد بيأثر الذهب أكيد تأثير حتى لو ما كان بسيط، المهم أنه في تأثير أنت لازم تستفيد منه في صفقات معينة إذا قدرت تقرأ السياسة النقدية لليورو. عندنا عضو اللجنة السياسية النقدية للسوق المفتوح بوستك، راح يتكلم الساعة 4 مساء توقيت الكويت والرياض، وهو عضو فيدرالي جدا مهم، أكيد كلامه راح يكون جدا مهم، راح يأثر في الأسواق. الساعة 4 العصر بوستك عضو اللجنة الفيدرالية. عصر المؤشر أسعار المنازل الجديدة لكندا، يعني مؤشر المنازل أو مبيعات المنازل أو أسعار المنازل لكندا، فأكيد له أهمية. وأيضا عندنا خطاب جدا مهم لبومان، راح يكون مساء الساعة 21 مساء، ومحضر اجتماع اللجنة السياسية للسوق المفتوح الأمريكي، جدا جدا مهم هذا الاجتماع، راح يكون يوم الأربعاء تقريبا الساعة 22 مساء. ودش على يوم الخميس، يوم الخميس في عندنا أمور وايد مهمة لازم نركز عليها، وهي لليورو. شنو عندنا لليورو؟ عندنا مؤشر مشتريات الصناعي بمنطقة اليورو الساعة 12 ظهرا، ومؤشر ماركة المركب لمدير المشتريات اليورو، ومؤشر مشتريات الخدمة لليورو، هذول كلهم مهمين لليورو. وبعدها راح يكون عندي مشتريات الخدمة والمركب للباوند الساعة أيضا 12:30. فأنت لما تتكلم عن يورو باوند أكيد راح يأثر في الذهب والدولار، تأكدوا بنسبة جدا كبيرة أن راح تكون في سيولة كذا مرة قاعد أعيدها. إذا أنت كانت عندك صفقة بنموذج فني وعندك خبر مثل هذه الأخبار للباوند أو اليان، سوري الباوند أو اليان أو اليورو أو الكندي، فأكيد راح يعطيك سيولة إيجابية أو سلبية، فانتبه منها. بعدها ندش على مؤشر أسعار المستهلكين لليورو، جدا جدا مهم، يعني CPI أوروبي CPI كندي، CPI أوروبي CPI كندي، يعني أسعار المستهلكين لكندا وأوروبا هذا الأسبوع. فكذي عرفنا أن الرزنامة هذا الأسبوع في عندنا خبرين مهمين لكندا واليورو، أسعار المستهلكين CPI جدا مهم، خلاص حطينا بالبال، وراح يكون في أيضا نشرة البنك الأوروبي الصادرة عن اجتماع السياسة النقدية الأوروبي، جدا مهم، بعد CPI الأوروبي. ونفس اليوم راح يكون عندنا معدلات الشفاوي من البطالة الأمريكي، هذا جدا 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 مهم، ركزوا مهم، معدلات شكاوى البطالة مهم. فاطمة ما تقول مهم إلا وراه شنو؟ أوكي، وتداعيات البطالة المستمرة الأمريكي، وبعدها مبيعات التجزئة لكندا، ومؤشر مدير المشتريات ومؤشرات أمريكية مثل مؤشر مدير المشتريات الصناعي، ومؤشر ماركة المركب ومدير المشتريات، ومؤشر المشتريات الخدمي، كلها أمريكية مهمة جدا، بداية من الساعة 5:45 دقيقة مساء. ومبيعات المنازل الساعة 6 المغرب الأمريكي،
ومخزون النفط الأمريكي. هذا يوم الخميس، ننتقل لي يوم الجمعة. جمعة الجمعة أخواني، أخبار أقدر أقول لكم أنها جميلة جدا وتخص اليورو تمام وكندا، وبالأخص تخص كندا. خلنا نتكلم لأن اجتماع مجموعة اليورو، اجتماع ما رح نعرف سلبيته وإيجابيته، ولكن مبيعات الجملة لكندا رح نعرف إيجابيته وسلبيته. ونصيحتي في ختام هذا الموضوع، وشو يا فاطمة لا تداولون يوم الجمعة، والله يعني خلاص، إذا قدرت تسوون فلوس يوم الثلاثاء في الخميس شكرا لكم العافية، كذي أنت سويت فلوس وسكرت يوم الجمعة مرتاح البال. فهابي ويكند، انتقل التحليل الفني، انتقل التحليل الفني. ونبتدي إخواني مع بعض الدولار الأمريكي. مثل ما تلاحظون الإيجابية اللي تكلمت عنها كانت تشترط أنها تثبت فوق مستويات 104.687، ولكن شو اللي صار؟ اللي صار أنها ارتدت وصار في عندي تراجع للدولار. وأقدر أقول لكم أن تراجع الدولار هذا مجرد تصحيح من المستوى الذهبي تمام، مو معناته انه ما قدر يخترقه، لا بالعكس، في عندي ارقام وعندي بيانات تبين لي ان الاقتصاد الامريكي يعني للحين مقبل على ايجابيه تمام. فانا اقدر اقول لكم ان رايحين للقاب باذن الله احد، اللي هو مستويات 106، وهذا الشيء يعطيني دلاله على ان الذهب راح يتراجع تمام. بس مو معناته انا لما اقول كلمه يتراجع على طول انتوا خذيتوا كلمة يتراجع وقلتوا خلاص فاطمة قالت يتراجع فنروح الحين نشتري الدولار ونبيع الذهب، لا، في وقت معين محدد تمام بعد انتهاء التصحيح نقدر ان نشتري الدولار ونبيع الذهب. فنركز مع بعض في اهم نماذج فنية موجودة. نتكلم احنا عن الفريم اليومي، راح نشوف انه ممكن وفي احتمالية نصعد لمية وتسعة، بس بشرط تجاوز الجاب، لأنه ممكن نوصل عند الجاب بعدها يرتد، ممكن نوصل عند الجاب بعدها يرتد. في ناس وايد قالت لي فاطمة أنت ما قاعد تشوفين راس بكتفين موجود على الدولار الأمريكي. أنا لو أشوف أن هذا مثل ما أنتوا قلتوا أن هذا هو الكتف وهذا هو الرأس تمام، وهذا كتف، ما ينفع، ما يصير، لأن أنت بتتكلم عن راس بكتفين بهذا المنظر، فهذا خط العنق. فلما تكلم عن خط العنق فمعناته تم اختراق خط العنق، تم اختراق خط العنق، هذا معناته انا طاير 100%. طيب انا بالنسبه لي لو كنت انا اتمنى ان يكون راس كتفين، فانا كنت اتمناه بهذا المنظر، من هنا يعطيني هذا الكتف ويقعد يختبر هذه المنطقه مره ثانيه، ويعطيني هذا الراس ويرد يختبر مره ثانيه، ويعطيني هذا الكتف ويرجع هنا. وهني اقدر اقول لكم ان هذا المستوى هو مستوى شنو، مستوى خط عنق اللي هو 104.687، إذا تم اختراقه فراح يصعد بشكل جدا كبير. الرأس وكتفين أخواني مو معناته أن أنتم تشوفون أن الكتف بهذا المنظر والرأس بهذا المنظر فهذا معناته كتف، لا، يعني حتى لو تلاحظون مو كتف، مو واضح أنه كتف، لازم أن هذا المستوى يرتفع زيادة عشان يرسم لي كتف على الأقل. فأنا هنا أقدر أقول لكم إن كذي راس وكتفين، بس أنا ما أشوفه راس وكتفين، بل بالعكس، ممكن في ناس تقول أنا قاعد أشوف إن 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 كانت موجة هبوط وهي قاع بعدين قمة بعدين قاع بعدين مفروض إن شنو إذا أنتم كنتوا تتابعون نظرية داو، مفروض إن هذا المستوى، أو بلونه باللون ثاني، هذا اللون، هذا المستوى يا إخواني ما يتعدى، لانه لو تعداه معناته شنو، معناته انه تغير الاتجاه الهابط الى صاعد، وفعلا تعداه، تعالوا كذي تعداه، معناته شنو، تغير الاتجاه من هابط الى صاعد، فهذه علامه من علامات ان الدولار صاعد. ولكن عشان نتاكد من الصعود لازم النسبه الذهبيه يتم اختراقها. زين شنو صار هنا؟ اللي صار بفريم الاربع ساعات انه كان عندنا بوق تمام وتم اختراقه تمام، وبعدها سوى لي إعادة اختبار وأعطاني مثلث، خلص خلصنا من البوق، أحذف البوق، ليش قاعد عندي شي فاطمة، خلص أحذفه تمام. المثلث يا فاطمة شنو سوى؟ أعطاني كل الأهداف لو نلاحظ كل الأهداف، وعداها وأعطاني إعادة اختبار. طيب الحين ايش راح نسوي احنا؟ احنا نسوي كالتالي، نمسح المثلث يطول العمر بهذا المنظر ونشوف شنو اللي قدامنا. لو نلاحظ نقول ان احنا ممكن لو ناخذ الصعود اللي من هنا لهني راح يبين لي ان مستوى
103 ممكن يختبره ممكن تمام، لكن إذا أنا قلت خلاص أنا ما بيأخذ الصعود من هنا لهني، بأخذه من هنا لهني، فأقول لكم للحين ما اختبرنا المستوى الذهبي. شنو معناته؟ معناته نعيد رسم الفيبو من هنا لهني تمام تقريبا. فأقدر أقول لكم حتى الفيبو ما راح يعطيني الصورة الواضحة، فشنو نسوي يا فاطمة؟ كثر ما تقدروا لازم تركزون على الشكل الفني اللي أمامنا. الشكل الفني اللي أمامنا ممكن يرسم قناة، خلينا نشوف، ترى أنا وياكم قاعد أحلل تمام، ممكن قناة. طيب فاطمة شلون نرسم القنوات؟ من الأجسام، من الأجسام، يعني عندك هذا جسم وهذا جسم، أنا استنت عليهم، نكمل على الأجسام هم. هاي فاطمة أجسام، لا للحين أنا ما أشوفها قناة. يعني هو الموضوع أنت لازم تجرب، تجرب أنك تطلع لك شيء. أنا بالنسبة لي اتجاه صاعد، فممكن أرسمه من بداية اتجاه الصاعد، فراح أبدأ مثلا من المستوى اللي صاعد منه بقوة. خلينا نتكلم من هنا، من هذه الشمعة راح ناخذ، وهذه الشمعة الثانية اللي هي هذه، يعني هذه الشمعة وهذه الشمعة، فآخذ الارتفاع بهذا المنظر ونضبط، نضبط عادي مو مشكلة، نضبط ممتاز ممتاز كذي. أنا أقدر أقول إنها قناة، حلو، القناة الصاعدة هذه تمام، عشان إنها ترتفع لازم إنها تتجاوز هذا المستوى. طيب شنو شرط التجاوز؟ شرط التجاوز هو شرط الثبات فوق مستويات 105.300 كقناة، أتكلم كقناة، حلو. هذه رقم واحد. رقم اثنين، لو ترجعون حق الفيب البولينجر باند، أنا عندي شمعة هنا، لاحظوا هذه الشمعة المفروض إنها تشتغل. شلون أعرف إنها راح تشتغل؟ لازم يصير في عندي ثبات. خلينا نشوف هني، مفروض من هني ارجع فوق 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 بس، ايوه هذه، يعني محتاجة انا ثبات شمعة 4 ساعات ايجابية بجسم كامل. هل فعلا صار؟ نعم صارت. معناته شنو؟ معناته هذه عادة اختبار، يعني معناته ان في صعود للدولار. نعم هذا انا رؤيتي، توقعي، حلو الكلام، توقعي. وارجع واقول القيعان هذه تحولت الى قمم الان، وهذه قمة وهذه قمة وهذه قمة، انتهى الكلام. شو المفروض يصير؟ المفروض يصير في عندي صعود من وين؟ من المستوى الحالي للدولار. طيب فاطمة الحين شو نسوي احنا؟ ما عرفنا الدولار، لازم اذا انتم تبون تتابعون الدولار لازم انه ما يكسر مستوى، يعني خلينا نحط مستويات معينة ما نبي انه يكسرها. مستوى 103.600 بالضبط، هذا المستوى ضروري انه ما يكسر الدولار، لانه لو كسر الدولار هذا المستوى ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ راح يرجع اتجاه الهابط. اوكي، فمعناته لو انه بيتراجع هو حد هني، ما مفروض انه ما يعني يتراجع اكثر تمام. واذا كان بيخترق ويعطيني صعود قوي، فمعناته لازم يخترق مستوى كم؟ 105.200 خلينا نقول بالضبط، هذا المستوى الايجابي المفروض انه يصعد. فهني انا عندي شرطين واضحين جدا، اي ثبات فوق هذا المستوى هو صعود للدولار، واي ثبات اسفل هذا المستوى فهو هبوط للدولار. اخواني كذي احنا لخصنا موضوع الدولار. طيب انت كفاطمه شو تشوفين؟ انا كفاطمه قاعده اشوف ان الصعود سيبدا تمام بمجرد اختراق مستوى 105 بالضبط، 105 بالضبط، اذا تم اختراق مستوى 105 فالدولار صاعد بقوه. خلينا نتابع ونشوف، قدامنا قاب منتظر لاغلاقه مثل ما كان الذهب منتظر لإغلاقه، واللي هو مستويات ال 1840 جاب الذهب. خلصنا من الدولار، ننتقل الآن لعوائد السندات الأمريكية. عوائد السندات الأمريكية أخواني مثل ما تلاحظون أيضا إيجابي، وكان عندي شرط أن الخط الأصفر يصير إغلاق فوقه، فعلا صار، فعلا صار، فخلاص خلصنا منه، خلصنا منه تمام. شو الحين فاطمة مفروض نسوي؟ اللي مفروض نسوي أن الخط الأحمر هذا نتابعه ان ما يتم كسره، معناته احنا مو محتاجين عدم كسر مستوى كم؟ 4.250 تمام. فاي ثبات اسفل هذا المستوى فهو سلبي، اي ثبات فوق مستويات ال 4.390 فهو ايجابي، وبالضبط خلينا نقول 4.400 ثبات ايجابي، راح يخلينا نشوف عوائد السندات عند مستويات 4.538، وهذا الشيء يخلي اسعار الذهب تتراجع بشكل جدا جدا كبير.
طيب فاطمة لا سمح الله تم كسر مستوى 4.200. إذا تم كسر 4.200 فالذهب راح يصعد بقوة، ما راح يتراجع. أوكي خلصنا من السندات، خلصنا من الدولار الأمريكي، ننتقل الآن لتحليل الذهب. ونبتدي الذهب أخواني، ولو تلاحظون في الذهب كذي بنظرة كبيرة أسبوعية، شنو تشوفون؟ تشوفون نحن في قمم تمام، والأفضل أن نبيع. دائما أقولك في القمم نبيع، في القيعان نشتري. طيب في أسباب للبيع؟ نعم في أسباب كثيرة تبين لي أن التضخم للحين مرتفع. الفدرالي الأمريكي ما أعطانا الصورة الواضحة أنه راح يرفع الفائدة أو يخفضها أو أنه يثبتها. إلى الآن في ضبابية، وهذه الضبابية تخلي أسعار الذهب تأخذ راحتها أنها تتراجع، تأخذ راحتها. يعني مو معناتها أنه 100% تتراجع، لا ممكن أنها تصعد. طيب شنو الممكن اللي صاعد أسعار الذهب؟ أي أزمة خارجية أخواني، هذا رقم واحد. تمام يعني إحنا ما نعلم الغيب، وهذا الكلام حطوه يعني بين قوسين كذي ببالكم، إحنا ما نعلم الغيب. تمام ثلاثة لازم تكونون جاهزين إن أنتوا لما تدشون صفقة توازنون عقودكم، لأن أنت لما تتداول ذهب أنت قاعد تتداول مع معدن خطير جدا، تمام، وعليه طلب عالي في وقت الأزمات. فهل أنا كشخص كإنسان أعلم بالأزمات؟ لا، لا أزمة بنوك أعلم فيها، تمام، ولا حتى الكوارث أعلم فيها. فأنت لما تتكلم عن شغلة أنت ما تعلم فيها ممكن تصير بيوم وليلة فجأة، تمام، والله يحمي الجميع. فمعناته أنت لازم تكون ذو إدارة صحيحة في 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 تداول. أوكي ما يصير إنك أنت تحط لوت عالي بناء على أن فاطمة قالت نزول، لا عادي نزول يصير بس مو بنسبة كبيرة. عادي مثلا الأهداف اللي تكلمت عنها يجيب الهدف الأول أو الثاني بس ما يجي هدف الثالث، ويجيك واحد معلي اللوت علشان والله هدف ثالث فرضا. حلو، فهذا رقم 1 و2 و3 و4. المهم أنا وين أنا الحين لو أحط الدائرة وتركزون على الدائرة هني، هذه الدائرة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. تكلمت وقلت شغلة في نهاية 2023، قلت أي إغلاق أسفل 2030 فهو سلبي للذهب، سلبي للذهب. فمعناته شنو يا فاطمة؟ معناته أن أنت لازم تحط ببالك أن السلبية فنيا هي اللي راح تسيطر، فنيا أرجع وأقول فنيا، ما تكلمت أساسيا ولا جيو سياسيا. أوكي فلما تكلم فنيا ففنيا هو النزول. طيب النزول لحد وين؟ لو نروح فريمات أصغر راح نشوف شغلة وايد مهمة، وهو الجاب اللي موجود في 1840. هذا الجاب اللي قاعدين نتكلم عنه تقريبا من بداية ظهوره في شهر 10 2023. تمام يعني صعد صعود الذهب بشكل جدا كبير وما رجع لها، ما رجع له، اللي هو مستويات 1841 42. طيب فاطمة انت قلتي ممكن 200 يوم ويغطى، صح؟ هذا متى قلته؟ قلته يوم الجاب. فخلنا نشوف شلون الحين كم يوم مر. تقريبا مر علينا 134 يوم. تمام 134 يوم، فموضوع مو بنسبه كبيره 100% انه ممكن يتغطى ب 200 يوم بالضبط، ولكن اقدر اقول لكم دام ان احنا عدينا 100 يوم فمعناته ان احنا اقتربنا من تغطيه هذا الجاب. فانتبهوا من شراء الذهب، انتبهوا من شراء الذهب فنيا نتكلم. تمام طيب فاطمة شو اللي صار الأسبوع الماضي وشنو اللي تشوفينه هذا الأسبوع؟ أنا قاعد أشوف إنه في احتمالية إن إحنا راح نرجع لمستويات لا تقل عن 1950، لا تقل عن 1950، فعليا لا تقل عن 1950. تمام يعني 1950 إحنا قريبين وراح نشوفها ممكن خلال هذا الأسبوع، ممكن مو بعيدة. اوكي خلينا نشوف فريم ثاني واضح امامي، فريم الاربع ساعات. طبعا قبل ما اروح للاربع ساعات انا لو بحط في بالي ان الذهب بيصحح فعنده تصحيحات معينه 2017 2024، واخر تصحيح هو 2031. 2031 من اهم الارقام اللي انا ارجح انك تبيع فيها الذهب وتأمن، تبيع وتأمن على قولتهم، يعني بيع وأمن، استمر يعني روح. تمام ستوبك وين راح يكون؟ إذا أنت دخولك من 2030 أو 31 أو 2029 فستوبك راح يكون فوق مستويات 2055، يعني 2057 ستوبك راح يكون.
أهدافك راح تكون طبعاً يعني من بداية 1993 وانت رايح ل 1950، تمام؟ خلينا نشوف الحين فريم الصغير اللي أنا طبعاً الحمد لله رب العالمين أنجزنا فيه في الأسبوع الماضي مع السي بي آي الأمريكي. تكلمت وقلت شغلة، قلت أن أنا شايفة وحاطة بعيوني أن هذا المستوى مستوى جداً مهم وهو 2000، تمام؟ 2009، تمام؟ تكلمت عن 2009 وايد وقلت لكم أن 2009 جداً مهم، وتكلمت عن 1917، تمام؟ أنه جداً مهم وإذا تم كسره ففعلياً راح يتراجع بشكل جداً كبير، وفعلاً شوفوا التراجع الكبير اللي صار بسبب السي بي آي، تمام؟ بسبب السي بي آي. ولكن هني أنا وقفت تداول، ليش؟ شنو السبب؟ لما وقفت تداول هني وقلت لكم خلاص خلنا نبتعد عن الذهب لي سبب معين وهو سبب خارج البولينجر. خلنا نشوف خارج البولينجر مع بعض. خارج البولينجر لو نلاحظ مع بعض هني هذا الشمعتين، هذا الشمعتين خلتني على طول أخذ لي فيبوناتشي. طبعا خلنا نحذف عشان أوضح لكم الصورة اللي أنا أقصدها. خلاص خذينا الأهداف ما شاء الله تبارك الرحمن فوق 400 نقطة، تمام؟ في تحليلنا الماضي للأسبوع الماضي، تمام؟ فلما نأخذ فيبو من هذا المستوى إلى هذا المستوى شو راح يتضح لي؟ سوري، مو من هني، من هني لهني تقريبا، من هني لهني، أوكي أيوة. يعني أن هذا صحح، لو تركزون أن هذا صحح. خلنا نأخذ هذا عشان أوريكم شنو أنا أقصد، يعني من هني لهني هذا تم تصحيحه اللي هو هذا المستوى، تم تصحيحه ونزل. بس أنا لما أجي أخذ تصحيح ثاني لازم أني أخذه من بعد انتهاء التصحيح، فهني هذا التصحيح الثاني من هني لهني، فأعطاني شنو؟ أن 2021 راح يرتد منها، تمام؟ و 2014 راح يزورها. شلون قصتي 14؟ قصت 14 قبل اغلاق السوق، من كانت الشمعة من هني، لما كانت الشمعة من هني بالضبط رحت سكرت لهني، تمام؟ بالضبط كذي كذي اللي صار بهذا المنظر. فقلت انه راح نزور 2014 وبس، هذا التصحيح. بس لما انا شفت ان هذا الصعود صار معناته انت لازم تبدا التصحيح بهذا المنظر، فمعناته شنو؟ اخر مستوى ممكن يصحح له عند من هالمستوى الى هالمستوى هو 23، ولو امد اكثر من هني لهني، خلينا نقول من هني الى هني، راح يتضح لي ان 2000 وكم، 2000 وتقريبا 2030 هو المستوى المفروض انه يصحح منه، تمام؟ 2030 المفروض يصحح منه. فانا المفترض اني انتظر، لان انا لما اشوف الذهب فوق مستويات ال 2014 مفروض ما ادش صفقه، هذا رقم واحد. اثنين، انا لما اشوف ان الفريمات ما قاعد تعطيني الوضوح الكامل الى الان، فالمفروض ما ادش، غير ان اليوم عطله، تمام؟ السوق متحرك يعني على قولتهم على البركة، بدون أخبار، بدون سيولة أخبار، تمام؟ فأنا مفروض أني ما يعني أدخل وأكمل صفقاتي، لأن سبريدات عالية راح تكون بأيام العطلة، تمام؟ غير كذي هذه الشمعتين خذوا مفعولها. زين فاطمة، لو كان بينزل شنو المفروض يصير؟ لازم تصير شمعة سلبية كاملة مثل هذا الجسم. فلما يصير هذا الشيء راح ناخذ فيبو من هذا المستوى إلى هذا المستوى، تمام؟ ايش راح يصير هنا؟ راح يكون هدفك على طول 2000. كسر ال 2000، ركزوا معي، كسر ال 2000 مستمر ان شاء الله بنزول جدا جدا قوي. واقدر اقول لكم ان هذا النزول قد يكون قناه هابطه من هذا المستوى الى هذا المستوى، تمام؟ ولا نستبعد تراجع السعر لمستويات 1950. فهذا هو تحليل الذهب، هذا توقعاتنا للذهب. ننتقل الآن لتحليل الفضة. الفضة أخواني مثل ما تلاحظون أيضا عندي مستوى وايد مهم، هو مستوى 23.535، تمام؟ وصل له ورجع له، لو تشوفون هذه 1 2 3 والحين قاعد يتراجع، فمعناته شنو؟ معناته أنه ممكن وفي احتمالية كبيرة جدا أن الفضة يتراجع من هذا المستوى. إذا كسر مستوى كم؟ إذا كسر مستوى 22.800 فمعناته راح يتراجع لمستويات 21.979، والعكس صحيح، لو صار في عندي ثبات فوق 23.600 فممكن يرجع لمستويات 24.500 مرة أخرى.
هذا تحليل الفضة والذهب. بنتقل الآن للتحليلات الأخرى.